أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات. جاء ذلك ردا على استفسار مواطن سأل فيه عن سبب حذف اسم الفخذ من القبيلة بتطبيق توكلنا ببطاقة الأحوال المدنية، مؤكدة أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.